محمد شبانه ده اولا بلدياتي ونزلني مرتين، مره كانت عيني ضايعه ومره كان درس عشان اطلع معاه في برامجه. بس احنا بنطبق القانون واللائحه. انت شفت علاقتك بيه كانت كويسه يا استاذ؟ يعني مفيش حاجه بينكم من بعض؟ هو بيحترمك وبيقدرك؟ لا هو يحترمني عشان انا محترم، خلي بالك. لكن الرابطة دي عايز اعرف مع احترامي ليها، فيها طبعا ناس كتير اعضاء محترمين كتير جدا جدا، بس هم 5 6. النائب بتاع رئيس الرابطة، الرئيس الرابطة اللي عايز انتخابات، وثلاثة أربعة. هل هو كل الرابطة رافضة راضية على اللي بيحصل دون؟ طب أنت هتشتمني وتشتم النادي بتاعي وأنا أقول لك الريالة نازلة؟ لا، هتتعامل معايا بأدب واحترام هشيلك فوق دماغي. وعايز تمنع صوري؟ امنع. أنا رئيس نادي الزمالك الكبير، عايز تمنع اسمي؟ يا سلام يا ريت. بس انت بقى ما تجيش تعيط وتقول ايه انا عايز اتعامل مع نادي الزمالك. نادي الزمالك ده مش مركز شباب، دي مؤسسه رياضيه اجتماعيه سياسيه محترمه.